روخي وزير الفلاحة والتنمية الريفية البولوني مارك ساويكي. اللقاء تناول سبل التعاون والشراكة بين البلدين. هنالك تجارب اليوم موجودة في بولونيا، خاصة في تربية المائيات في المياه العذبة، اللي احنا ايضا نشوف فيها اهتمام، وخاصة في البرنامج الخماسي الجاي، وفي محاولتنا ان نوسع الاصناف ونوعية الاصناف المنتجة، سواء كانت في السدود او في ايضا مستثمرات خاصة بتربية المائيات. وهذا هو نظن العام المشترك اللي نقدروا نبادروا به في السنوات الجايه. برلمانيا